إن مسار بناء الدولة الوطنية بمختلف مؤسساتها قد وصل اليوم إلى مراحل متقدمة، وذلك بفضل جهود كافة المخلصين من أبناء هذا الوطن المفدى، وعلى رأسهم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي الشامل والطموح المباشر فيه في السنوات القليلة الماضية، المرتكز أساساً على التوظيف الذكي لكافة مقوماتنا من أجل بناء المجتمع الجزائري المعاصر، والاستثمار في كل ما يدعم قوة ومناعة الوطن. فالرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون كلهم حول ما يجمعهم من تاريخ واحد ومصير مشترك، ويحرصون على تعزيز أواصر الوحدة والتآخي والتضامن بينهم. السيد الفريق أول أكد أيضا أن الشعب الجزائري انتصر على كل المشاريع التي حاولت أن تضرب كيانه عبر التاريخ، لأنه بقي على الدوام متمسكا بوحدته وهويته الوطنية. فاستقراء تاريخ الجزائر قديمه وحديثه، واستعراض حلقاته والمراحل التي قطعتها ثورة التحرير المجيدة منذ اندلاعها بعد مقاومات شعبية وطنية متلاحقة، يؤكد عمق الانسجام والتلاحم بين فئة المجتمع الجزائري بكل روافده ومقوماته الأساسية، التي حالت ليس فقط دون إخراجه من سيرورة التاريخ، بل جعلته يحقق أكبر الانتصارات ويخوض ثورة فريدة من نوعها، ساهمت في تحرير شعوب عديدة عبر العالم. لقد انتصر شعبنا الأبي على كل المشاريع التي حاولت أن تضرب كيانه عبر التاريخ، لأنه بقي على الدوام متمسكا بوحدته وهويته التي كانت أكثر قوة وتجذرا وأكثر وعيا ونضجا، وهذا ما أعطاه قوة الإصرار والصمود أمام كل الأساليب الخبيثة المنتهجة لضرب مرجعيته الأصيلة الضاربة جذورها في أعمق التاريخ. السيد الفريق أول شدد على ضرورة التحلي بالمزيد من اليقظة والعمل الواعي القائم على الفعل الاستباقي لدعم استقرار الدولة وتعبئة كافة شروط وموجبات القوى الوطنية بكل أبعادها. وعليه ومن أجل مواصلة السير على درب أسلافنا الأمجاد، إبان المقاومات الشعبية والثورة التحريرية المظفرة ودرب الوطنيين المخلصين الذين حفظوا على أركان الدولة الوطنية والنظام الجمهوري من خطر الإرهاب الهمجي، فقد أصبح لزاما علينا جميعا أن نكون أكثر من أي وقت مضى متمسكين بهويتنا ومتحدين وأوفياء لقيمنا الوطنية والجمهورية، واعين كل الوعي بما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات ودسائس، وفي مستوى إرثنا النضالي الناصع، ومستعدين كل استعداد لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية. ذلك أننا نعيش اليوم في عالم مضطرب لا يرحم الضعفاء، البقاء فيه للقوة والأصلح مما يقتضي منا جميعا التحلي بالمزيد من اليقظة والعمل الواعي القائم على الفعل الاستباقي لدعم استقرار الدولة
وتعبئة كافة شروط وواجبات القوة الوطنية بكل أبعادها تحقيقاً لمشروع النهضة الوطنية المنشودة.